مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج قضيتنا في قفتنا. أنا اليوم جبتكم معايا المنزل بوزلفة. خلينا نمشي ونعملوا دورة في السوق متاع منزل بوزلفة، نشوفوا الأسوام، نحكي شوية مع المواطنين، وبعديك إن شاء الله نعبيوا قفيفتنا بالخير يا ربي. وكالعادة هاكم معايا، يلا عسلامة مامي. عسلامة. شنو أحوالك؟ لاباس عايشة. قولي جاي تعمل في دورة أنت اليوم؟ نعمل في دور اليوم. إيه باش تقضي قضية ولا؟ تخفيفة، قضية تخفيفة. باش تشوف شنو ناقصك؟ شوية قماشات، شوية نقص في الدار. هذا السوق يبيع كل شيء اليوم. يبيع كل شيء، ملابس، فاحات، توابل، كل شيء. كل شيء كل شيء. كل شيء. صباح الخير، شنو أحوالك؟ قداش الفلفلة؟ فلفل بربع خمس. باقي مازال، والطماطم قداش؟ مازال غالي، 3.5. كيف كيف مازال الطماطم والفلفل ما حبش يتيح سومه؟ إن شاء الله ربي ترخص عليه. إن شاء الله، بطاطا قداش؟ بطاطا 12. 12 مازال، باهي. باهي أسوان باهي. الليتير قداش قلت لي؟ الليتير 800. إن شاء الله ربي يرخص علينا. آمين، آمين يا رب العالمين. قداش الفلفل خويا؟ 4500. والجلبانه قداش؟ 3000. الجلبانه والبطر. الجلبانه ليه البارح ارخص من هكا شويه؟ ما عندي والسلعه وفي كاليتي. انت والسلعه، ما باهي هكا خشينا وباهي. فما سلعه تفاهم. شنو يقول لي؟ فما انت ونوعيه السلعه. انت والسلعه، اي. والبطاطا قداش؟ 1400 من 14 ل 12. حسيتوا السوق مش مهدي برشا، شنو على خاطر مازال بكري ولا؟ لا هذاك هو، هذاك هو ديما الخدمة، فماش الحركية قوية. هذا سوق أسبوعي نورمال، ما هو يبدا الحركية قوية. يبدا، يزيد شوية حكاية السواعة دخل قلت ربي يزيد يتعبى. حد ما ساعة ما ساعة ونص. صباح الخير. صباح النور. قداش السلق خويا؟ والمعدنوس والحشيش اللي تقولوا انتوما السلق ومعدنوس 500 كلاف 700 ها والفجل فجل 800 ها ما بوتنجيل قد ايه هاي السبني غير 3000 بوتنجيل 3000 والدقمر 4000 قرع بوت الزينه 2000 ها بيترا في الربط 3000 هكاك لا باهي الناس وين باهي باهي الناس باهي باهي عقل من الاخر قولي جي تقضي انت حاجه انا قضيت من عنده تو شريت من عنده الماء قضيت وكملت اي عامله الدباره شنو اليوم ان شاء الله فوقي رمضان عشاء رمضان هذاك هو قولي حاجه كل شيء غالي قلت لك ما الفلفل ب 5000 الطماطم ب 4000 الفلفل والطماطم هما اللي قالوا غالي اما الباقي لا باهي الاخر مناسب البطاطا كل مناسبين قداش تفاح خويا؟ 1000 ونص هاو بيه والدقلة قداش؟ الدقلة ب 5000 فقط 5000 الدقلة دقلة عرجون يا ما شاء الله الأسواق 5000 لا تمشي للجنين ولا تشاكي جبالك بابا يجا البوزلفة لهنا حبي الدقلة ذي ب 5000 لا يكون جنين لا شيء الدقلة ذي ب 5000 ينسي ما غالية عليك ما شاء الله عندك القفة بابا حل.
ان شاء الله وبيه. والفجل قداش؟ 815 بالقديه بيه. لا شويه لا شويه في المتناو لا بيت من المرش. انا مع الفلاح نعبوا ونقصدوا ربي نخدموا ورا ماركه. عطيكم تبيعوا وتخرج السلعه. تخرج السلعه، السلعه راكده ما فماش خروج. لا انا باش نخلص. عطيني بابا الله يرحم والدين اللي زرعوا لي بالشفاو لهنا. شنو معناتها مش باش نخلصها انا هذه؟ مش باش نخلصها انا؟ 1500 لاباس عليك؟ الحمد لله. شنو تبيع في الحوت انت؟ اي انا نخدم في الحوت. ما شاء الله عليك. عايشك عايش بنتي. حوت عليك. عايشك حتى انت حوت عليك زاد. فضلك يا غالي. يا امي انت يا مان. قول لي شنو حوالو الحوت لهنا؟ انا هكاك وايدي مره مره طالع مره حابط. واليوم ماشي الامور ولا؟ الحمد لله الحمد لله شدها في ربي. ماشي شوي شوي. عايش بنتي. عايشك. يستركم. عايشك يفضلك. اي امي مره. يستركم وربي يفضلكم الجنوبيه. يخليك. ربي يجيب لك القاسم يمين. عايشك. عسلام. شنو حوالك؟ لاباس هو انا العني وفي الهم وفي الهم. لطف عليك. كل شيء غالي. لطف عليك. كل شيء غالي يا لله. هي نعرف هاني قاعده ندور ونشوف. كل شيء غالي زواليه. كمان قضيتك انت. زواليه تطيب طيب. بابا الغالي ربي يفضلك. عسلامة بابا. شنو حوالك؟ ربي يعيشك. قول لي هذوما حاستهم دياري انا الحاجات اللي تعمل فيها. كلنا من دياري. يتعاملوا في الدار وانت؟ في الدار. المدام تخدم وانا نبيع. ها المدام تخدم باهي. حاجه باهيه. حاجه نظيفه تحسها وباهيه وبالقدا. قداش خويا هذوما؟ امريكي الاخت. علاش ما حتى انت تخدم على روحك زاد ما يسالش. والله عايش. يا ربي يفضلك ويخليك يبارك لك يا غالي. عايش خويا الغالي. عسلام الله يرحمهم. هذوما الفلفل والطماطم اللي يقول لك اللي هما حاجه. ندور هو وراي كل مره يجيب لي حويجه. كل مره يجيب لي توعيت لي هاني عاود رجعت له خويا. ربي يفضلك خويا الغالي ويبارك لك. عايشك تو تجي تعطيني وتزيد تقول لهم اعطيوها بطبيعه الحال. ربي يعطيك الخير ان شاء الله وصحه البدن يا ربي. عايشك يفضلك يا غالي.
كيف كيما روحي الراغيني اي نحسوا ببعض صحيح يلزمنا نحسوا ببعض شكون اللي حس عليك كان الزوال شو حتى مشيت من بحذيه الراجل هذيك حسيته باش يعاود يخلط علي حسيته تلمي في القفة تلمي زيدي ساهمي للجامعة عمرية قلت أي ساهم للجامعة ليش ساهمي للجامعة عمرية قلت هيا ماشي ربي بتبيعتها الكل الله يبارك لك هاك هيا بابا الغالي الله يسر تاني يرحم والديك أي فضل الكل نعاونوا بعض نعطيك خمس أوراق وعلاش هاتي فيا الله يبارك يرحم الوالد كي قلت لكم راه باش يعاود يرجع لي راني مانيشني نكذب وحسيت وين ندور ويعاود يرجع شرجيتوا لي البطاريه شرجينا لك البطاريه شرجيتوا لي البطاريه المنزل بوزلفة الجنوبية. أي بابا. مرحبا بيك. لاباسة؟ الحمد لله. شنو حوالك؟ لاباس. أو عندك الدقلة ما شاء الله، شكون ما شاء الله. الدقلة خير يا ربي. والأسوام مقدور عليها الزوالي واللي لاباس عليه. ما عادش الدقلة تو تفوت القدرة الشرائية نتاع المواطن، ولات في المتناول. قداه أغلى حاجة عندك؟ عندنا الدقلة ب 7000 وب 9000، ما حققناش السنة الغلو الكبير. هاو بالكبير. كيما عمناول. أول رمضان وصلت ب 15 يا دولي. صحيح، تويكا الأمور تبدلت أرخص. بدات يتيح واش فما غالي تو بار الفلفل والطماط حتى شيء كل شيء سافا كل شيء سافا فلفل وطماطم من المصدر اسمي ما شاء الله البرقدي ما شاء الله والفلوس واني فماش فلوس بلاش فلوس اي انا نحكي لك في المرشيات الكل وين انا نمشي نلقى البرقدان رخيص البرقدان في المرشيات شكون ملوح وعندنا احنا هنا ملوح راس المال اللي صرفناه والشيء اللي صرفناه ما لقيناهش ماشي خساره ما لقيناهش الله غالب كل عام وقاسمه هذاك حق ربي يعطيك الصحه كل عام وقاسمه ما هو عام ما شاء الله اي خاطر سنين ما فماش تصدير لا لا الواسق فما ولا شرايف فما اي فوالا نبيعوا فيها كاكا غير يجهز من عندي برك اي فوالا بل يسمونا نبيعوا عمناول في البرقدان عمناول في البرقدان غلوا لا يطاق السنه رخص لا يطاق السنه صابه ما شاء الله هما صرفوا برشا على عند المزودين اللي تحرم منه الزوالي عمناول كلاس شيخ فيه السنه صحيح عمناول صحه وبشفاء للزوالي عمناول التمصوب خمسه بالقرو والسنه اقل او جيني او جيني او عاود رجع لي هيا ميما لحظه برك يا ولي اها اها يا حسيب اها وينك اها وعاود جاني هاكا انا ماشي لهنا خلي ربي يفضلك ربي يفضلك ويخليك يا غالي خليك اميمة عايش لي بنتي الغالي يا ولادي قلت لكم اها شنو حوالك لاباس عليكم شويه لكن نسلم على المراه ما تعرفوا المراه شكون اللي متعرفوا المراه تحب المراه مدام مسلم على قناه الجنوبيه ان شاء الله تبارك الله قداش البسباس بسباس بالبي
ديما. يبارك لك يا غالية ويخليك إن شاء الله. إن شاء الله ربي يشفيك إن شاء الله. عايشك يا غالية. بابا الغالي ما شاء الله أربع. اي نصبتك تهبل وانا باش نشري من عندك. مرحبا بك. اعطيني ياي. قداش؟ لا ولا نشري من عندك، انت بيدك زواليه وتخدم على روحك يا ميمه. باه سمحه باهي زربيه باهي. هاي نعطي واحده نتاع تهرات مثالش مثال. تفضل خويا موصلها قدرة ربي. لا تحرفي، لا تحب الزربيه عطيلك اللي تحب انت. اعطيها نتاع بيت ربي هذه اللي تحب انت اعطيني. اعطيها هذه باهي. ان شاء الله في ميزان حسناتك. صلي على النبي يا ود بعيش. رمضان هذا رمضان الخير والله العظيم. احلى بوزلف هذه بلاد الخير هذه والله. واضح بلاد الطمصومه والمدالينا. هاي ما شاء الله ما شاء الله. قول يرحم الحرس. الله يرحم وينعم الحرس. الله يرحم الحرس. ما شاء الله ما شاء الله على حلقة منزل بوزلفة اليوم. قولي خويا شنو احوال اللحم في منزل بوزلفه لهنا؟ والله اللحم غالي برشا. برشا؟ لا برشا. العلوش قداش وصل؟ وصل 50,000. 50,000؟ 50,000 كاملين؟ والله العظيم وصل متكلف عليه انا شريته ب 50,000. يمي انت. انت شاريه ب 50، مال المواطن قداش ياخذ؟ باغي ب 50,000. باش ما يقعد لك شويه في الست. لا ما يقعدش. والبقري قداه؟ انا من 30 حتى ل 42. عندك شي 42 غالي. Thank you.
مشاهدينا انا في العاده ما نوريش الوجوه كي نعطي قضيه ما نوريش الوجه، اما المراه نتاع اليوم هي تحب توري وجهها خاطر عندها مدقوق. عسلامة اختي. عسلامة. شنو احوالك مين؟ الحمد لله هكا. بس عليك. لاباس الحمد لله. احنا اليوم في منزل بوزلفة، ما شاء الله اهل منزل بوزلفة قدهمش اهل خير. يرحم والديهم. وجود وكرم، ربي يفضلهم ويخليهم. يرحم والديهم. ومن بعد ما قضينا وعطونا برشا خير ربي يفضلهم ويخليهم. يرحم والديهم. عنا خونا سالناه قال عنا. يعرفوني انا في الجهه هذه الكل، انا ازول وحده الكل. وبقيت اربعه من الناس، ما بقيتش حتى واحد، بقيت اربعه من الناس لاهل الخير، يعني واحد منهم هو يرحم والدي، وقيت واحد خونا اللي عطانا الجبه واللي عطانا نتاع عم سفيان، خونا سفيان عم سفيان، وقيت شكون معديت غاز ودابوس غاز، نحب نقول له يرحم والدي والدي هو اللي شاري دابوس غاز. يعطيه الصحه يرحم والدي والله يا ربي يرحم والدي. قل لي انت شنو تخت؟ انا نلم في البابس، نلم في البلاستيك، نلم في البلاستيك. كلمه بلاستيك عندك صغيرات؟ اي عندي زوج صغيرات يقراوا في الكوليج في سيزيا، وكان حنوا عليها جيران مرت عم سفيان يجيب لي يجيب لي العشاء، كان جابوا لي تنتعشي ما يعطيهم الصحه واقفين معايا. ونحب نشكر بالله كمل امام هذا بتاع زعما نحب تسمي اسمه بكتي، هو ما يحبش امام خامس، هو اللي عشى لي دابوس غاز والغاز يرحم والدي. نحب ونشكر يعطيه الصحه ساكن خاص يسكن بحذايا جارنا ربي يبارك له يرحم والدي. ونحب نحب على العنف هذايا، هذايا راجلي هذايا العنف الاولاني هذا راجلك، راجلي هذايا من 7 ايام هذه عملي هو عملي غرز ضربك وضربني على راسي، تو نداوي في سام في معليش حق الدواء، انا سكر الدواء. لا يقول لي هو وين هو تويك وقفوه في الحبس. شكيت بيه انت كي ضربك؟ وقفوه في الحبس. اما وكان الابيض قالوا راسك في الحبس لا تاخذوا انت لا هو، انا بس ناكل. انت مشكلتك الكارني الابيض هذا هو اللي انت شنو مشكلتي الوحيده الكارني الابيض، ويعاونيني شويه في الوتيت بتاع ولادي. انا وتيت ولادي 4 شهور 5 شهور اللي مرات تحب على وتيت ولادها، قد ما عادش تجيبهم تقريبا حتى تخلص. هو اهل الخير عطاوه فليسيت هاني شنو ان شاء الله تخلص بيهم خاطر يقراوا هما مش قويين في القرايه، ضعاف شويه في القرايه يلزمني قاريهم وتيت. معليش تحب الكارني الابيض؟ نحب كارني الابيض بس ناخذ ناكل ولادي، انا ما عنديش مولد ترزق لا عندي كارني ولا عندي شهريه ولا عندي شكون يخدم علي، وهذه دار خويا الساعه انا ساكنه فيها وقتي، انا اصل ده اللي نبات فيها الكراج وينو غادي يا اخي. خوك قال لك قال لي اسكن فيها حتى لين يا خير انت وصغيرات انا اسكن حتى لين عاد، اما اصلها كراج غاديك في سرير ما عاد ما نوريك سكوري بتاع بقال حاشاك حاشاك هذيك هذاك هون البابس. قل لي مدام انت الاكثريه حبيتني نوري لك وجهك على خاطر الكرني الكرني لابد يحبوا يرجع لي اي يحب الكرني لابد بس ناكل بس ناكل نسم تاع الباشاي انا وعندي دواء من حقك ناخذ فيه دواء غالي بالاخر ناخذ دواء هكا هاو من حقك من حقك قال لي وليداتي ونبيع في الدبابس انا في معناتها نهار اللي تلم الدبابس كليت نهار اللي لمت الدبابس انا في فتنيت بن يوسف اللي يبيعوا في البرقدان الكل حافظيني يعرفوني اللي في الدبابس واللي مولي الدبابس يجيبوا لي ما عندي حتى مولد رزق تو الحوايج عيد شريت لهم لا صبابط لا شريت لهم حتى شيء وكل واحد على روحه ما تلقى حتى حد كل واحد روحك روحك حتى واحد امي كل واحد له امي مانيش تو معاه فيها زوالية ركبتها مريضه تحل تعمل عمليه شكون يوقف معايا بابا زوالي ما لقيت حتى واحد عندك ربي سبحانه لقيت ربي وقيت زوج من الناس هذوما اهل الخير اهل الخير. هاي لله هذو ما فليساتك هذو ما فليسات وتخلص ليتود نتاع الوليدات وتاكل القفه بالصحه ان شاء الله ولا هنا ولا مهمتي وصلت وانت يدك الصحه عايشك ربي يفضل.
ولهنا توفى حلقتنا. الحمد لله لمنا متاعكم وصلت. ربي يكثر خير أهل منزل بوزلفة. قديش كرامي وقديش عطاو خير وقديش عطاو فلوس. إنا اليوم فرحانة 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 على الأخر. ربي يفضلكم ويخليكم والله لا ينحيكم على بعضكم على بعضنا. نحن تويسة الله لا ينحينا على بعضنا. أي سيدي قضيتنا وصلت إن شاء الله تاكلها بالصحة يا ربي هي وصغيراتها. وأنا كهو نقول لكم استنوني غدوا على نفس الموعد وعلى نفس القناة. وما بقى لي كان شو أقول لكم. إلى اللقاء وشهية طيبة.